بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية ومسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، نظمت وزارة الداخلية بحضور سعادة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية استعراضا ميدانيا وجماهيريا بمشاركة عدد من إدارات ووزارات الداخلية والفرقة الموسيقية للشرطة وشرطة الخيالة بالإضافة إلى فرقة الهجانة، وأقيمت الفعالية على ساحل أبو صبح بالمحافظة الشمالية وسط حضور متميز وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين وامتنانهم للجهود الأمنية المبذولة من أجل حفظ أمن الوطن وحماية الأرواح والممتلكات، كما أعربوا عن إعجابهم بالعرض المميز ودوره في تعزيز روح المواطنة والولاء لدى أطياف المجتمع.